المقطع المصور الذي عرضناه في مطلع شهر شباط فبراير الماضي نقلا عن قناة بي بي سي 3، والذي تتواجه فيه إحدى الأزيديات وجها لوجه مع مغتصبها، أثار ردود فعل كثيرة ساخطة وتعليقات فقط 5000 تعليق على قناة الآن على اليوتيوب، بالإضافة إلى ما يفوق 3 ملايين مشاهدة. الفيديو وهو جزء من وثائقي لبي بي سي 3 يسلط الضوء على معاناة شيرين، وهي إحدى الفتيات اللواتي اغتصبن على أيدي إرهابي ينتمي إلى داعش. This is my friend Shireen. She is from Sinjar. She is a Yazidi woman. I'm sure you're familiar with that community. And she has some questions that she would like to put to you in terms of your involvement and why you did what you did. ليش التحق بداعش؟ ما عندي أحد، فقير. ما عندي بسأله. قايتي إني أريد فلوس أنا بالنسبة لي. عندك مثلا تقدير كمعدل لعدد الأشخاص اللي أنت قتلتهم؟ على يد ما يقارب أستاذ من قتلتهم وذبحتهم ما يقارب 900 ايش تقريبا. 900. المهم من صار الاقتحام على سنجار كنت انت مشارك بالاقتحام؟ بس مو بدايته، الشطرات وهميه بحجه ان شنو الشرطه؟ ايه الشطرات وهميه، نشيل 30 40 نفر بالسياره نخليهم صفحه، نخلص نخلي السجون ونخليهم صفحه نقتلهم. هسه طبعا اني من اقاربي اختفوا ما عاد لهم وجود، يعني لحظات حط نفسك بمكان هذا الشخص اللي ذبحته، شنو كان شعوره؟ شعوره كان يقول لا تقتلني، ليش تقتلني؟ بيادم بيادم تقتلني. How many women, how many children do you think you've raped over the years? لهي الفترة بقيت وياهم تقريبا ما يقارب تقريبا بالخمسينات. بالنسبة لنا كانوا صغار 15 16 سنة، ولا كبار ترى ما يقارب فوق ال 200 سنة. What was going through your mind? Talk to me. Tell me what you're thinking when these girls are screaming for you to stop and you don't, you continue. والله هي حالة ممارسة الجنس. يعني كل شخص ما يقدر ينفصل عن هذا الشيء. يعني هي إرادة قوية. يعني رغم هالشيء قد كانت تمنعني من هذا الشيء، يعني بس من اخلص وياها يعني اشوفها تمشي يعني ينكسر قلبي عليها. لو ان قلبك طيب ما تاخذ 3 بنات وتغتصبهن يوميا. صحيح هذا الشيء، بس يا تعرفين وضع الشاب ويعني لا هذا ما تبرير. انت كنت تستمتع بهذا الشيء. صحيح. بس بوقتها كنا مضغوط يعني. انا مضغوط علي هذا الشيء. أنا مريض من عندي أشي. أنا إذا ما أسوي هذا الشيء. أوكي هسه احكي لي شنو هو الضغوطات اللي صارت وشنو هذا الشيء اللي انراد من عندك؟ هسه احكي لي إياه. أنا وياك وجه لوجه. أنا وحدة من ضحاياكم. إذا ما أقتل محضر سلاح وراي يقتلني. طيب أفكر أنا عندي مثل مشهور عربي. كما تدين تدان. كما تدين تدان صحيح. مثل ما تزرع تحصد. صحيح. انت مقتنع بي؟ لا. تدفع ثمن دموع هاي البنات لثمن للي سويته. اخاف يعني. أنا لزمت وانتظر مصيري الموت. اما our time with you is up. We have to leave. Is there anything else you'd like to say before you're taken back to your cell? والله حاب يعني اشكرهم يعني اخاف ان زوجي من عندي فتشي يعني. No. I'm not scared of you. I don't think Shireen's scared of you. I don't think you have to apologize for that. Is this worth you knowing? You know, Shireen is a very, very strong woman and she's working on rebuilding her life and she has a future in a way that you perhaps don't. Thank you for your time, Amar.